اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد رکھے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے ان ناموں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرعوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الدار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا رب العالمين۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، جو شخص ان ناموں کو یاد رکھے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوگا۔